موضوعين دائما شأن الثقافي تتواصل، ولليومية الثاني والأخير بسيدي خالدة فعالية الملتقى الوطني الشيخ العلامة نعيم النعيمي بحضور دكاترة علماء منهم الدكتور عبد الرزاق قسوم رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. الملتقى يتضمن عدة أنشطة وتنظمه جمعية العلماء المسلمين بالتنسيق مع جمعية المثقف وبإشراف وزارة الثقافة. من سيدي خالد إلى سيدي عقبة، وبالرغم من المؤهلات الثقافية التي تسخر بها مدينة سيدي عقبة إلا أن ركودا ثقافيا تعرفه المدينة منذ مدة. أحمد خوشة. تعرف الحركة الثقافية في مدينة سيدي عقبة ركودا كبيرا بفعل الشلل التام للحركة الجمعوية ذات البعد الثقافي وغياب المبادرات الجادة لكسر الرتابة والجمود في مدينة لها من الزخم التاريخي والإشعاع الثقافي ما يؤهلها إلى دور ريادي. وضع غير مريح وغير مبرر، خاصة أن المدينة تحصي عددا هائلا من الكوادر والمثقفين ولها من المرافق والهياكل ما يستوعب مختلف الأنشطة والفعاليات. التواقون للحراك الثقافي والرياضي من أبناء سيدي عقبة يعبرون عن هذا الوضع ويحثون الحركة الجمعوية على التحرك كما جاء على ألسنة بعضهم. هذه البلدة التي تضم حوالي 30,000 ساكن في الحقيقة نجد فيها أكثر من 50 جمعية اللي هي معتمدة، نجد فيها يعني عدد المثقفين طلبة للمتخرجين الجامعيين فيها أكثر من 3,000. رغم ذلك سجل أن هناك ركود ثقافي كبير، ليس هناك حركة ثقافية في هذه البلاد، بالرغم من أن هذه البلاد تزخر يعني بطبقة شابة مثقفة وجمعيات وغير ذلك. فيه ركود يعني واضح، يعني لعدم وجود أنشطة لا ثقافية لا رياضية يعني تفتقد لها المدينة. نتمنى إن شاء الله من الجمعيات المعتمدة، خاصة الجمعيات اللي في ميدان الثقافة وميدان الرياضة، أن تقدم بعض الأنشطة. نداء إلى الحركة الجمعوية خاصة وإلى مثقفي سيدي عقبة عامة للنهوض والتحرك بما يعيد لبلدة الصحبي بريقها التاريخي وزخمها الثقافي. فهل من مجيب؟ أحمد خوجة، إذاعة